إذن مشاهدي متابعي قناة شوف تي في، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة طنجة. إذن مشاهدي متابعي قناة شوف تي في، في الوقت اللي ولينا كنشوفوا بعض القصص وبعض يعني بعض الوقائع اللي رجعت كتدور في الخاطر، اللي كيكونوا الأبطال ديالها خوت اللي كيتخلاو على بعضهم، الخوت اللي كياكلوا الحقد بعضهم، اللي كياخذوا الورث لبعضهم، اللي ما كيدويوش كاع مع بعضهم. اليوم معنا شاب اللي نتوما كتشوفوا حاضر معنا، قلبو كيتقطع على خوه. خوك سميتو يوسف، هاد الصوره ديالو غنبينها لكم. ها هي هاد يوسف، هذا كان خير وسلام، كان عايش بخير، كان عنده الحرفه ديالو، عنده الصنعه ديالو، وخدام على راسو. حتى واحد النهار تعاشر مع الصحاب. علاش كنقول لكم دائما ردوا بالكم من الصحاب ومع من كتعاشروا ولمن كتعرفوا. تعاشر مع صحاب اللي واش عطاوه هي كل شي حاجه، لربما مخدر، لربما معجون، لربما ما عرفوش، ومن عائلته ما عرفوش بالضبط شنو كلا هاد خوهم، ما عرفوش هاد السيد هاد يوسف هذا شنو كلا. المهم اللي عارفين انه واحد النهار كان بخير، كان خدام هذا، حتى واحد النهار مشى ليه العقل، مشى ليه العقل، ما بقاش يوم يديوه ويجيبوا للطبيب، يوم ماشيين به المستشفيات الى اخره، والو ما كاينش. ولا ربما غتتفاجئوا باش نقول لكم طريقه العلاج، غنخلي هو اللي يحكي لكم كيفاش كان كيعاني وشنو كانوا بالضبط كيعطيو ديك السيد انه يشرب، في عوض ان يعني المستشفيات ديالنا زعما الله يهديهم، ما غنعممش، ولكن عوض انهم يعاونوا الناس في العلاج كيزيدوا يكملوا بهم. هاد السيد هذا اختفى، اليوم هو ما كاينش، مختفي، فين مشى الله اعلم. الوالدين ديالو مشاو عند الله، بقى لي هذا الاخ اللي معنا اليوم وباقي اخ اخر. هذا الاخ اللي معنا اليوم جاتو فرصه العمر انه يخدم، انه يترسم ويدير حياته وتوي اسس، ولكن ما بغاش، قال لا خصني عندي خويا، بقى امانه في رقبتي، خلوها للوالدين ديالي الله يرحمهم، خصني نبقى مع هاد خويا. الاخ دابا ما كاينش، خرج وما عاودش تبان، فين مشى، شنو وقع ليه، ما عرفش. اذا الصوره ديالو ها هي كتبان، الصوره ديالو ها هي، الرقم خليناه لكم في العنوان، تفاصيل نخليه لكم هو اللي غادي يعاودنا بالضبط كيفاش مشى، شنو وقع ليه، كيفاش تاكل داكشي اللي كلاه، شنو وقع لهاد الشاب هذا. خليكم معنا، تفضل، خلينا نشوف. السلام عليكم. السلام عليكم. ملي دابا الشبان باش يشوفوها. السلام عليكم. كما قلت لكم الاخوان، الاخ ديالي كيعاني من اضطرابات نفسيه، مريض نفساني، يعني شنقول لكم، ما خليتش به تاقنت، ما خليتش الطبيب، ما خليتش تبع له في طبيب مكناس، تبع له في طبيب طنجة، طلعته من طبيب تطوان، مشينا نفق هاد تطوان، فق هاد طنجة، فق هاد مكناس، ما خلينا حتى شي بلاصة يعني باش نرجعوا له العقل ديالو. مع الأسف ما قدرناش ننجحوا في هاد، بحال اللي قلت لك بالضبط شنو، حيت قلتي لي كان خدام بخير، حتى ربما صحابو عطاوه شي حاجة وكلاها ومرض وما بقاش هو هذاك. واخا عاودنا، بغيتك تبدا لنا من الأول، شنو كيفاش كان، كيفاش كان في الحياة ديالو، كيفاش كان عايش، كيفاش فوقاش بالضبط وقع لي هذا المشكل هذا، أولا الكلى أولا الله أعلم شنو وقع له، فوقاش تغير الأخ ديالك بالضبط وكيفاش؟ شوف الأخ ديالي تغير، نقول لك وقيله في 2000 تقريبا، ما بقيتش ثابت صراحه، ولكن نقدر في 2009 لا 2008 تقريبا، هايك 2008، حيت انا الوالده ديالي مات في 2010 الله يرحمها. 2008 السيد كان كيطلع هنا، كان كاري هنا في طنجه، طلعنا حيت حنا من اصول مكناس، كنا ساكنين في مكناس، كنت غير ساكن تما، طلع يخدم هنايا، قال للوالده انا نطلع، انا خصني نخدم، انا خصني نعمل، انا هادي طلع بقى هنايا كراشي الايامات هنا في مغوغه صغيره. السيد رجع من الخدمه، رجع من سالا خدمه، رجع من الدار، كان كونجي، رجع من الدار عندنا في مكناس كذا، بقى كيدخل ويخرج في الهضره، انا هادي انا عملوا لي، انا هادي بدا هو عملوا لي، شنو كيقول بالضبط؟ كيقول انا عملوا لي، انا بحالي واكل شي حاجه، انا بحالي مسحور، المهم بقى كيقول كيدخل ويخرج في الهضره. حنا ما عرفناش بالضبط كيفاش، بقينا كنجريو بالاطباء، هذا راه بقى كيقول لنا حنايا، بقى كي حتى حنا العائله ديالنا بقات يعمل شي تصرفات معانا، ماشي هي هذيك مع العائله، لا بالهضره لا بهذه، يعني تما عرفنا رجع ماشي نورمال، يعني ماشي ما رجعنا شفنا الحاله ديالو، يعني ماشي طبيعيه، يعني تما عرفنا حنا دابا اليومين هذا ما عرفناش واش كلا شي حاجه، واش السحر، ما عرفناش بالضبط، عينا ما نجري وعينا ما فاش كان كيقول لكم انا واقيلا وكلوني ولا لا، ما كانش كيقول لكم شكون هادو اللي بالضبط اللي داروا له هادشي هذا. دار شي يقولنا شي صحاب كان كاري معاهم في مغوغه صغيره،
ما قدرش يقولنا ما عرفش، ما بقى كيدخل يخرج في الهضره، قال لك انا هربت منهم كانوا غيضربوني، بقى هرب في واحد الغابه، حنا ما عرفنا شي. وديك الهربه في ديك الغابه كانوا غيضربوه، واش ما فين هرب له العقال ولا كلا شي، ما عارفينش. ما انا براسي والله ما عارف شنو وقع له اليومين هذا، ما عرفتش واش كلا شي حاجه، واش ما اللي يعلم به الا الله سبحانه وتعالى الغيب. يعني هو بيدو ما بقاش يثابت شنو وقع له. صافي انسان فاش كيدخل ويخرج في الهضره ما تسناش ما عنده شي حاجه يقولها لك يعني اكزاكت، يعني لا يقول لك شي حاجه راه غيبقى يدخل عليك ويخرج في الهضره. حنايا ما عرفنا من عملو، بقينا كنجريو به حتى حنايا داك بحال حنايا كيقول لك سبحان الله اللي كيقابل المريض هو المريض النفسيا. حنا راه تازمنا ومرضنا ما نكذبش عليك، راه 17 عام ماشي ساهله باش تقابل خاك، ماشي ساهل. شحال عنده من عام الاخ ديالك؟ شحال عنده من عام؟ عنده تقريبا 40 سنه. ديك الساعه اللي كان وقع له ديك الشيء شحال كان عنده؟ ديك الساعه تكون كانت في عمره تقريبا شي كتبشي ليك تكون كانت في عمره واقيلا شي 23 عام. لا 23 عام، لا تكون شي 30 عام. هايدا 30 عام؟ تكون شي 30 عام. 2000 اش 2008 تكون تكون هاي 2008 لا قلتي 2000 قبيله الى 2000 راك لا قلت 2008. المهم ماشي مشكل، دابا حاليا هو اختفى عنده 40 عام. 40 عام اختفى عنده. هذه اول مره كيخرج من الدار، اول مره كيختفي، اولا سبق له يعني سبق لي اختفى مرات اخرين ولا هذه اول مره؟ لا سبق له اختفى واحد المره، واحد المره اختفى وجبرناه في الدار البيضاء. بقينا كان فوقاش فوقاش بالضبط شحال داز على تقريبا شي 4 شهور باش اختفى تقريبا هيدا كلها، وكنا جبرناه في تيتمليت خارج على كازا على الدار البيضاء. بقيت كنبارطاجي تصاور ديالو في جروبيس في كذا في هادي، حتى عيطوا لنا الناس قالوا لنا راه الاخ ديالك هو كيتواجد. صوروا واحد الشخص مسكين الله يجازيه بخير، صوروا قال لي خاك هو هنايا بلاصه فلانيه، اجيو تجبروه راه في امان كذا على حسابي. جينا لعندو فعلا جبرناه، يعني واخا جبرناه في واحد المهم حسن لبس واحد الحوايج ما مش فيها خاي، غسل له دا الحمام كدا هادي، جبناه للدار لهنايا لطنجة عاود كدا، بقى معانا شي ايامات عاوتاني، بقى كيخرج كيهود في الحومة. يعني اصلا الناس الحومة كيعرفوه، الناس الثانية راه كيعرفوا الاخ ديالي درويش، ما كيضرب حد، ما كيأدي حد، داخل سوق راسو. وحتى فاش كنعملوا له الدواء وكيرجع بخير عاود ما كيعرفوا الناس ترانكيل، وما كيأدي حد، ما كيوصل حتى واحد. الاخ ديالي كيستعمل واحد الدواء معروف راه كيعرفوا الاطباء كيعرفوا هذا، اسمه الهالدوم، وكيستعمل واحد الدواء اسمه الارطان والنوزينال. هاد الدوايات هادو اخوان بالنسبه لنا هادو راه صعب اصلا، حتى الطبيب ما كي حتى الفارماسي ما كيقدرش يدينا واحد اكثر من جرعه، ما يقدرش يدينا بحال دابا ثلاثه كراتان ولا يعطيك طبعا باللي كاتب لك الطبيب. لا ما يقدرش انه يفوت العدد اللي عطاك الطبيب. اي بحال دابا مثلا حيت الا كيتسالى في بلاصه ما الاخ ديالي ما كيصبرش، كيبقى يخرج كيطيش، يعني الا ما عطيتو شي دواء في بلاصه يخرج يبقى يطايش. حاش قبيلاتي قبل ما نبداو قلتي لي انهم كانوا كيعطيوه شي دواء ديال اللي كيضربوا الاخ ديالي ما كيضربش، يعني كيفاش هادشي هذا؟ انا حيت على ما فهمت منك انه بحال كانوا كيعطيو له واحد الدواء اللي هو اصلا واحد الدواء اللي ما كيصلح له شي اصلا. يعني هاد الدواء هذا اللي قلت لك الاخت اللي غني عن التعافي راه يكونوا كيعرفوه الناس، هاد الدواء هذا كيتعطى غير الناس اللي كيضربوا، يعني الناس اللي هما كيضربوا صعابين، يعني اللي حالتهم صعيبه بزاف، يعني كتستدعي انهم يعني يستعملوا ديك الدواء هذاك واخا ما كانش من ديك النوع هذاك. ما كانش من ديك، حيت انا الاخ ديالي ملي كيشرب ديك الدواء ملي كيشرب هذاك الدواء كيبقى غير يفحى فاتح ضقمو، كيبقى غير جالس بلاصتو، يعني ما كيديش ديك انرجي يبقى يمشي ويتحرك ويجي، بالعكس يبقى يشابر الفراش، كيبقى غير ديك الدواء كيحتاج غير النعاس، يعني مهدئ. هذا كيطول الناس اللي كيضربوا، اخ ديالي ما كيضربش طبيعي، هو اللي عنده مع راسه ما كيتكلمش، كيبقى ساكت، يعني كيبقى غير طايش. هذا هو المرض الاخ ديالي. وكان انا كنعاود نقول لكم الاخوان ما تبقاوش تيقوا في الناس، ما تبقاوش تاكلوا اي حاجه من عند بنادم، راه بنادم ما كيحملكش علاش ضاحك ولا علاش لاباس، كيبقى ما هو صاحبك ويعطيك شي حاجه، ما تاكل شي حاجه ما على بالكش وكتاكلها وكيبقى عليك مرض. الوالدين ديالك قلت لي قبيلتي رحمهم الله ياك؟ الوالدين ديالي توفوا، انا الوالده ديالي توفات لي في 2010. علاش قبيلتي قبل ما نبداو اسمح لي قطعتك قلت لي ان الام ديالي توفات بالفقصه هادشي ديال الخي، علاش؟ ما الوالده توفات بهذه الفقصه ما قدرتش تشوفو في ديك، حيت كانت حيت تخيل دابا كتشوف واحد الانسان كان في حاله صحيه وحاله جيده وما بين ليله وضحاها تبدل خانه مرض، يعني كان الاخ ديالي كان كيخدم على الدار، كان كيجيب المصروف، كان هذا اللي صافي مرض، صافي تازمنا الوالده تازمات، صافي مسكينه شبرات الفراش على طريحه الفراش مرضات، ما صافي تازمات ما تمرضتش مسكينه
تهدم الامانه. عاد الوالده كانت مسكينه مريضه بكونسر، يعني المرض اللي خايب يعني ما عندوش الدواء هذا اول حاجه، يعني ديك الدواء كتحركوا بالاعصاب، المهم داك الدواء حنا فينا هذاك المرض فينا حنا كنحركوا يا بالاعصاب يا بهذا، يعني الانسان خصو يحاول على راسه يحاول على صحته، وبنادم يتهلا في الصحه ديالو ما تيقوش بزاف. انا الاخ ديالي كان مزيان وكان ظريف وكان كيتعامل، الله عمره سلعه اطيب خلق الله الاخ ديالي، ما كيأدي حتى واحد الحمد لله معروف، وفي ما مشى كيخدم ومعروف عند الناس بالشعبيه ديالو الطيبوبه ديالو، يعني الاخ ديالي يعني بحال نقول لكم فشي شكل ماشي شي واحد اللي حقار ولا كيدابز ولا كيضرب، ما كيضرب داخل سوق راسه بالعكس حقه كيسمح فيه. او هي كيقولوا كتجي غير في الدراوش ما كتجيش في داك اللي فهمتي اللي طاغي، ولا كتجي غير في داك الدروش هو اللي كتجي فيه. علاش اخترتي انك قلتي لي قبيلتي انك جاتك فرصه اللي ربما الف شاب كيتمناها انه يدخل ويترسم ويخدم ويكون عنده واحد المدخول اللي قار ويعمل دارو الى اخره، انت هنا جاتك هذه الفرصه باش انك تحقق بزاف الامور باش انك توقف على رجلك وباش انك، ولكن اخترتي انك تبقى مع خاك، اخترتي انك تقابل خاك، خاك اللي مريض واللي كبير منك يعني 40 عام، وانا كنشوفك انت مازال شاب يعني مازال صغير، يعني بامكانك انت تشق طريقك وتبدا حياتك، ولكن انك تخليتي حياتك كامل على خاك، بغيتي انك تربي خاك، انك يعني تعالج خاك عفوا، ولا ربما تحتال على ديك الامانه اللي خلاتها لك الوالده ديالك، علاش اخترتي هادشي هذا بالضبط وما اخترتيش انك تعمل مش نكس انك اخترتي انك تنتي تعمل حياتك بحال اللي كيختاروا الاغلبيه ديال الخوت. بالنسبه لاخت شنقول لك، انا الوالده مسكينه فاش كانت كتموت يعني شفتها بعيني، ما الوالده ما قدرتش تهضر ما قدرت تقول حتى شي حاجه، والوصيه اللي كانت غتقول باينه غتقول تهلاو في بعضكم، حيت حنا الوالده عندنا غير الذكوره ثلاثه عندنا العائله صغيره، ثلاثه الذكوره ما عندكمش بنات، ثلاثه بينا ثلاثه الذكوره، انا اخ ديالي كبير عنده تقريبا 50 سنه وهذا عنده 40 وانا عندي يعني 26 عام، يعني انا هو اللي فهمتي كنقابل خايت الاخ ديالي كيقابلو كبير، ولكن نظرا الخدمه ديالو حتى هو ما كتساعدوش ما يقدرش، واش غتخدم واش غتقابل خاك ما كش تعمل، ما بزاف د الحاجات ما بحال يعني تسمح عينا ما سمحوا بزاف د الحاجات باش نقابلو خا، ولكن ما موفقناش الله يعني بقى حاضر بقى تابعو فين كيمشي، ما كرهتي بقى زعما يكون بحال دابا نقول له مشي وبقى تابعو، ولكن ما نقدرش ما انا مشيت بقيت تبعت شكون يدق عليك يقول لك محتاج ولا خصك، خصك تعاري الى دراعك تنوض تخدم، هذه اول حاجه، وحنا الحمد لله داكشي اللي كنعملوا واش نقول لك، يعني حنايا الحمد لله معروفين ناس الثانيه كيعرفونا داخل سوق راسي، العائله ديالنا الحمد لله كامله داخله سوق راسي ترانكيلو، ماشي وحدين باسلين ولا كيدابزوا ولا هذه الحمد لله، وهذا قدر الله، واش نقول لكم الاخوان يعني هذه هي الحياه، بنادم ما ياشي. مشيتو ديكلاريتو فاش اختفى اخر مره ديكلاريتو، سمعت حسنا كنعرفو كتجي واحد الوقت كدوز واحد الحمله كتجمع، واش مشيتو ديكلاريتو شتو ولا ربما يكون تهز مع هذيك الناس ولا ربما تقدروا توصلوا واخا غير واحد الخيط اللي من ديك الخيطه نتبعوه ونوصلوا للراس ديالو نعرفوا شنو كاين بالضبط. مشيت اختي ديكلاريت اول حاجه عند الشرطه في طنجه الباليه، وديكلاريت في العوامه الحمد لله تساعدوا معايا وقالوا لي خلي التصويره ديالو هذه باش ما كان جديد غنعيطوا لك، و فاش جبرته كنت جبرته سبق لي جبرته، فاش جبرته بغيت نديه سبحان الله ديتو للطبيب هو اول حاجه، عاد قلت نديه باش نشوف يعطوني الدواء باش نجيب له الدواء باش نديه باش توريك الحاله ديالو ما يقدرش يبقى ماشي به تما غيتعكس لي ما يبغيش يمشي لي كذا، يعني انا كنجبر صعوبه غير باش ندي الكوميساري كنجبر صعوبه، يعني في النقل ما يبغوش يديوه لك كيشوفوا هذا كيقول لك هذا كيشكل خطر، هو ما كيضربش اصلا غير كيشوفوا الطاكسي ولا الترامبيا ما كيبغوش يطلعوا كيخافوا منه، انا ما نقدرش يخايب واش نبقى ندي على رجلي حتى العوامه ما مستحيل، يعني المهم فاش جبرته بغيت نمشي نزول الديكلاراسيون نقول له ما هو جبرته عاود مشى ما تغيب ما اليومين هذا، وفاش مشيت لعند القوى المساعده وقلت لهم الاخ ديالي تلفان قالوا لي حنا ما زيناش، عطيتهم المواصفات وريتو التصويره قالوا لي حنا ما زيناش، وكنتفاجئ فاش سقسيت خاي جا وقلت له شكون اللي داك انت تما كيفاش مشيتي انت تما وسافرتي، قال لي لا ما سافرتي هزوني القوى المساعد، قال لي بات شي هذا، وانا سبق لي اصلا كنشوفهم كيهزهم حرام عليهم، يعني حنايا في واحد الدوله اللي هي حنا الحمد لله الحق والقانون عندنا مالكنا الله ينصره، يعني حنا خصنا نشوفوا حنايا علاش كيهزوا هذا الانسان هذا، ماشي غير خاي انا كنهضر بصفه عامه على المغاربه كاملين، علاش كتجبروا واحد الانسان مريض وكتديوه كتغبروه ما كتعرفوا، اقسم بالله الاختي الاخ ديالي مشات له شي 1000 درهم باش مشى جاب الاخ ديالي، يعني حنا ماشي خساره في الاخ ديالي وخا مشيت اكثر، ولكن باش عرفتوا هذا الانسان واش عنده ولا ما عندوش،
باش غتسافر باش غتمشي، على الاقل على الاقل كوزوا غير الكوميساريه شوفوا واش هذا الاخ هذا كيفتشوا عليه اولا هذا، اولا حتى دابا الله يحفظ يموتنا في شي بلاصه وعاد جينا الخبر باللي مات، راه حشومه عليكم راه والله العظيم انا اللي كيعملوا هذا الشيء هذا راه حشوم اقسم لكم بالله. هذاك راه حسبوا بحال خا كصاحبي كتهزوا بديك الصافيك الله يرحمها لا شفقه كديه تسيبوا في كازا ولا في الرباط ولا حنا عارفين راسنا في دوله الحق والقانون، ما ماشي حنا في شي دوله يعني ما فيها شي الحاق ولا الحمد لله. وحنا خصنا نعرفوا هادشي هذا كيفاش، واش ما منظم شي واش ما هادشي هذا خصو يتنظم على الاقل ديواه شوفوا الاهل ديالو واش كيفتشوا عليه ولا هذا ولا هيك كتشبروا وتديو عباد الله انا راه حشومه وانا ما انا ما كنلوم حتى واحد حيت كل واحد فوق منه واحد يعني ما تقدرش تلوم هذاك الانسان اللي هزو حتى داك بيدو عاو مصار لواحد اخو قال له هزو ما كنلوم حتى واحد انا اللي كنلوم كنلوم ما خصوش يحقار بنادم وما خصوش هذا راه هذيك راه حنا غي ايتم ماشي شي وحدين يعني كون كان عندي انا بابا شي حاجه نقدر نجبر خايفه بلاصه ولكن نظرا انا مياتي ما نقدرش زعما يوفقني الله من غير الله سبحانه وتعالى اللي كيوفق ماشي واحد اخر راه ما غيعقلش عليك وما غيشوف شي تن الجهه ديالك اصلا يعني حنا في واحد المجتمع ما كيرحمش هذه اول حاجه يعني انا دابا اقسم لكم بالله اخوان الى تف بارطاج والله الا عندي ضعيف دابا انا التصويره ديالو شرتها في الفيسبوك وبارطاج ضعيف واش عباد الله كتشوف عندك مثلا 5000 واحد ولا 4000 واحد في لي زامي ياك واخا كتعرفني ولا ما كتعرفنيش بارطاجي ما تخسر والو غتبارطاجي طلع منشور يقدر يشوفو شي واحد يقول لك انا جبرتو في شي بلاصه ودابا بنادم تبارطاج كيخاف يبارطاجي يعني واش كتخلص كيتخلص كيتخلص بفلوس ديك الشيء يعني يقول لك خلص عاد بارطاجي داكشي فابور لله في سبيل الله غتبارطاجي ما فيها حتى شي عيب راه غدا غدا يتلف لك حتى انت خاك ولا حتى انت خاك ولا هذا وغتحس بنفس الحرقه وغتحس بنفس الالم بنفس الالم وغتحس بنفس هادشي الشعور اللي كنحس به يعني الشعور ماشي عادي والله ما كنعس والله ما كيديني النعاس كنقي كنبكي بالليل ما كيديني شي نعاس هذاك الاخ ديالي يعني ما انا والحمد لله في قلبي انا طيب انسان طيب يعني واخا نشوف شي واحد قدامي مثلا وقع له شي مشكل كنمشي نفتح معاه ديك المشكل علاش خلقنا الناس طيبين الحمد لله في قلبنا الرحمه ماشي شي واحد اللي ماشي في قلبه الرحمه شوف كيتقطع قدامي من حنا راه حنا مسلمين حنا ماشي يهود هنايا حنا نكونوا مع بعضنا حنا نكونوا اخوان حنا خلقنا اخوه باش نتعلموا خصنا حنايا نتعاونوا مع بعضنا ماشي نشوفوا واحد طايح نزيدوا نطيحوا لا ما للاسف هذا هو المجتمع ديالنا قليل اللي كيبغي لك الخير وقليل اللي كيبغي لك مصلحتك يعني مصلحتك المصلحه ديالك كيبغي لك غير والديك وغير اللي قريب لك بزاف والله سبحانه وتعالى اللي خاطر لك الطريق ديالك اللي ماشي فيها انا الحمد لله ربي كيعطيني الحاجه الصحيحه مع عمره ربي كيعطيني شي حاجه خايبه بالعكس اللي زول لك ربي سبحانه وتعالى شي حاجه عارفه كانت غتوقع لك شي حاجه خايبه طبعا. واتي دابا اللي بغى يتواصل ولا ربما شي واحد شاف الرقم ديالو شاف الصوره ديالو عفوا وبغى يتواصل معك عفاك احنا كتبنا في العنوان بحق ما كرهناكش انك تعاود تقول لهم الرقم ديالك لربما شي واحد يقدر يشوف الصوره ويتواصل معك بشكل مباشر. واخا مرحبا بالنسبه للنمره ديالي 06 36 22 01 67 والنمره الثانيه كالتالي 07 00 91 13 72. الله يجازيكم بخير اللي شافوا واتصل بهاد النمره والنمره فيهم جوج نوامر خدامين لا في الواتساب اولا كنجاوب جوج بهم الله يجازيك بخير بكم كاملين اللي جبر الاخ ديالي يتواصل معايا وما فيها باس يعني حنا اخوان راه غدا مغدا راه توقع عاوتاني واقع الله يحفظ العائله ديالكم ولا شي حاجه حنا كنقولوا الله يحفظ الله يحفظ وانما حنا في الدنيا من الافات هذه الاخيره ما كتمشي في مشاك الله وكل واحد كيدير مقسم له الله وحنا مؤمنين بالقدر مؤمنين بهذا الشيء هذا كامل وبنادم ما يبقاش يقول ديك الهضره ديال شحال واحد كيقول لك واه سمحتي في خاك كاين شي واحد كيسمح في خاك انا ما الظروف ديالي ما كتساعدنيش كنكون في خدمه كنكون في شي بلاصه يعني ما تقدرش تتابع خاك يوميا والاخ ديالي شحال واحد كيقول لي شبروا في الدار ربطوا ولا حقا فهمتي زعما باش ما يخرجش يبقى تلفان اخ ديالي ما نقدرش نقول لكم الكلمات فاش كنبغي نحبسو في الدار راه كيبقى يزبال وكيبقى هذيك يقول كان خصني نخرج نادى واش نتقاو حاكمين عليا في الدار واش انا هادي يعني حتى شي واحد ما كيبغي يبقى محبوس في الدار يعني بنادم خصو ضروري يبقى مطلق راه الطير وما كيبغيش يتربط في قفز الطير راه كيمشي يجيب اللقمه ديالو ديال العيش وكيمشي هادي يعني الانسان كيخصو يدور وكنخلي على الخاطر ديالو مره كيرجع للدار مره هادي اللي عطى الله هو هذا الاخوان حولي اذا مشاهدي متتبعي قناه شوف تي في اعطيني الصوره ها هي نعاودو نبينوها لكم جديد اذا
هو هذا سميتو يوسف. يوسف ايش؟ يوسف ناصف. يوسف ناصف. اذا هو هذا يوسف ناصف عنده 40 عام. اذا اللي قدر اللي تعرف على هذه الصوره اللي عرفه اللي قدر انه يعاون هذا السيد هذا انه يلقاه، ربما شي حاجه بسيطه تقدر تبان لكم ولكن بالنسبه لي لو قدر يكون كبير، يمكن حاجه صغيره تعامله انتينا ولكن بالنسبه لي راه غتفيدو، فهمتوا؟ تقدروا انه يقدر من خلالكم انه يلقى الاخ ديالو. هو صحيح شان واحد النقطه اللي مهمه، عرفتوا شنو هي النقطه اللي حنا كنعرفوا وكيعرفوها جميع المغاربه؟ انك كتجي واحد الوقت كتجي واحد الحمله، هذه الحمله كتجي طبعا كتكون بتعليمات، ما كيديروش شي حاجه منهم راسهم، ولكن لربما او لو يستحسن اننا فاش نشوفوا هذا الوقت الحمله، حنا ما حنا ماشي ضده، ماشي انها ما تكونش لا، ولكن فاش نجيو ونجمعوا هاد المرضى النفسيين ناخذهم للعلاج، نهوزهم نديرو سبيطارات فيه يتعالجوا. الحمد لله كاين سبيطارات، كاين سبيطارات ديال باش ان الانسان يتعالج، كاين ديال الامراض النفسيه والعقليه راه موجودين كل مدينه كاينه فيها، كاين فيها حق طما. هو انه فاش كاين شي مستشفيات كنلقاوهم ديال الامراض ولكن ما فيهمش طبيب، ما كاينش دواء، ما كاينش طبيب، مستشفى ومستشفى كاين ولكن شنو الداخل ديالو الله يعلم. فيا ريتنا قبل ما نديروا هاد الحملات، قبل ما اننا ما نجيو نجمعوا هاد الناس هادو، نكون عندنا واحد البلاصه فين غناخذهم، ما نوزهمش نديهم اي بلاصه. ولا ربما هي بالنسبه لي كل واحد اخر هو مريض، ربما مريض نفسي، ولكن ديك المريض النفسي واش ما عندوش الحق في العلاج؟ ما عندوش الحق انه يعيش؟ الا كان هذا بالنسبه ليك مريض نفسي، فهو بالنسبه للاخ ديالو والعائله ديالو والاسره ديالو ماشي مريض، انما داك فرد منه واحد من الكبده ديالهم كيجيو يتقاتلوا معاه باش انهم حتى هما يوفروا له المعيشه ديالو، انهم يعالجوا كيديوها نهار وليل. وهذا ماشي اول حاله اللي كنصوروا معها مشاهدي متتبعي قناه شوف تيفي بهذا النوع هذا، وماشي اول حاله اللي غنصوروا معها انه كيختفيو في هذه الحملات هذو، كيبقاو الاسر ديالهم ربي يعلم اليوم شحال مره تصورنا مع امهات قلبهم كيتقطع كيبكيو مساكن الليل ونهار ما كيقدروش يهبطوا اللقبه في امهم، كيبقاو يستناو فين هو هذا الابن هنا ترجع. واليوم احنا مع اخ اللي ضحى بحياته، ضحى باي حاجه علاش؟ باش انه يقابل خاه، ولكن هاد خاه فينا هو اليوم؟ مشى في واحد الحمله تهز ولكن فين هو؟ الله اعلم، ما عودش بان. فيا ريتنا ندير واحد التفاته لهاد الناس هادو اللي مراض، لهاد المرضى النفسيين، حتى هما محتاجين العلاج، محتاجين الرعايه، لربما محتاج ان الواحد يهتم بهم اكثر ما محتاج الواحد الاخر لشخص عادي. وربما لهاد الناس اللي كيكونوا مراض عائلتهم كتكون عاطيهم واحد الاهتمام، واحد الحب، واحد النوع بانهم يعالجوهم، وخا لا عنده ولا ما عندوش هادشي، سواء عند الضعيف ولا اللي عنده ولا اي واحد. علاش؟ حيت ما اي واحد ما يقدرش انه يفرط الكبده ديالو ولا يفرط بعائلته ولا يفرط الاخ ديالو. اذا مشاهدي متتبعي قناه شوف تيفي، الصوره ديالو حنا خليناها لكم، ها هي شفتوها، الرقم عنده جوج ارقام كتبنا لكم على العنوان وكذلك قال لكم، فليقدر انه يتواصل معه يعاونه باي حاجه، يقدر انه يوقف معه باش انه يلقى الاخ ديالو. اذا الله يجازيه بخير في هذه العواشر. اذا مشاهدي متتبعي قناه شوف تيفي، كنتم معنا في هذا البث المباشر مدينه طنجه، مع السلامه.